والله يا جماعة الخير، حاب أول شيء أمسي عليكم باللهجة السعودية يا طلاب. الله يكرمك يا غالي. ترى كثير منكم حسبني أنا يعني سوداني، أو ترى أنا الهوية سوداني بس الهوى والتربية سعودي. الله والله ما أنتم أحد مني في البلد هذه، أنت لي وتربينا هنا ودرسنا من حتى من قبل الابتدائي أنا هنا، يعني الروضة والتمهيد هنا والابتدائي والمتوسطة، وانتقلت من مدينة المدينة، ويعني الحمد لله حتى عندي باع في انت بين اهلك ورضعك. حبيبي الله يكرمك والله، اختصم يا غالي والله. فابغى اعطي انشوده وطنيه. يا سلام، خذ راحتك. سارعي يا حبيبي، قبل سارعي، ترى هذه كانت يمكن انشوده وطنيه قبل يقولون. بلادي بلادي منار الهدى، الله، ومهد المروءة عبر المدى، الله، عليها ومنها السلام ابتدى، وفيها تألق فجر الندى، الله، حياتي لمجدي بلادي فدا، بلادي بلاد الإباء والشمم، ومغنى المروءة منذ القدم، يعانق فيها السماح الهمم، وفيها تصون العهود الذمم، ستبقى بلادي منار الأمم، لنمنع عنها دياج الظلم، باسم المهيمن حامي العلام، وعزم السيوف وهدي القلام، وعزم السيوف هدي القلم، بمكة صرح الهدى عمرا، ليبقى المزار المنيع الذرى، أعز به الله أم القرى، وطيبة حيث يضم الثرى، رسول السلام لكل الورى، يرى كل شيء بها أخضرا، ونجد عرين سود شرى، ستبقى لمجد العلا منبرا، ستبقى لمجد العلا منبرا. الله الله عليك الله، تحية تحية العافية، تحية طلحة مرتضى والجميع الشعب السوداني واللي علقوا هذولا. حبك ملف آذي يا السعودية، يا بلادي يا بلادي برزيك علق البنصمعوا، جيبونهم جيب شرطة حمل باطل. يا السعودية تحمس يا السعودية، راضية ومرضية. هذا ما يقدر أكل، علق علق برزيك علق. تعرف هذا برزيك؟ تعرف هذا؟ تحب الدجاج؟ الأصل في الأرز. الشعلان أصل الأرز.